أنا أحب أنكم تصلوا لي. دايما البابا البطريركي يحتاج إلى صلوات كثيرة جدا، وليس فقط الصلوات الرسمية اللي هي جوه الكنيسة اللي بنصليها في أشية الآباء وفي مناسبات عديدة، لكن احنا بنحتاج في الزمن بتاعنا ده إلى صلوات خاصة. أرجوكم ترفعوا صلوات خاصة من أجلي ومن أجل الكنيسة ومن أجل العمل وإدارة وقيادة الكنيسة، لأن الزمان بتاعنا زمان صعب وفي أمور كثيرة، وأنا أحتاج بصورة خاصة الصلوات التي تسندني في الصباح وفي المساء. أهلا بكم، هذا برنامجكم آخر النهار، وأنا معكم محمد الباز بصوته الهادئ الخاشع المتبتل. توجه البابا تواضروس منذ أيام إلى المصريين جميعا وليس إلى المسيحيين فقط، وطلب منهم أن يصلوا من أجله، لأنه البطريرك دائما في حاجة إلى أن نصلي من أجله بسبب الأعباء الثقيلة الملقاة على عاتقه. فهو ليس راعي روحي فقط للمسيحيين، ولكنه مسؤول عن كثير من القضايا والمشاكل التي تعترض طريقه. هو أيضا أحد أعمدة هذا الوطن الذي أثبت جدارته الوطنية عندما وقف في لحظات فاصلة من تاريخ هذا الوطن وقال كلمته. يكفي أنه في لحظة عندما خرج جراد جماعة الإخوان الإرهابية ليحرق الكنائس عقابا للمسيحيين وعقابا للبابا على موقفه من 30 يونيو و 3 يوليو، قال البابا تواضروس كلمته التي أعتقد أن التاريخ يسجلها ويوثقها ويخلدها، عندما قال أن نصلي في وطن بلا كنائس خيرا لنا من أن نصلي في كنائس بلا وطن. البابا تواضروس الحقيقة بعد هذا الكلام وقبله كان بيتعرض لحملة من الهجوم الطاغي والكبير جدا عليه بسبب أفكاره وبسبب رؤيته التحديثية. هذا الهجوم دعا عدد كبير جدا من محبي البابا تواضروس ومن المؤمنين به ومن العارفين بما يفعله إلى أن يتضامنوا معه وإلى أن يدافعوا عنه وإلى أن يكتبوا كلمات يشدوا من خلالها أزر البابا ويطبطبوا بها على كتفه. من هذه الكلمات اللي استعرضناها امبارح كانت كلمة الوزيرة نبيلة مكرم، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج. نبيلة مكرم امبارح زي ما عرضت لحضراتكم قالت بوعي شديد جدا من أنواع الحروب الجديدة، هدم الرموز الدينية خاصة لما بتبقى الرموز وطنية محبة ومخلصة لوطن. بابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خليفة مار مرقس الرسول اللي بشر بالمسيحية في مصر، يتعرض لحملة إساءة شرسة ممنهجة من كتائب إلكترونية. وقالت الوزيرة نبيلة مكرم بشجاعة حقيقية: دعمي الكامل لقداسته، مش بس علشان هو رئيس الكنيسة المصرية، إنما كمان علشان كل اللي عملوا في الداخل والخارج للحفاظ على مصر. البابا طلب حاجة واحدة بس: صلوا لأجلي. ونشرت الوزيرة نبيلة مكرم مع هذه الكلمات الطيبة على صفحتها صورة لقداسة البابا وهي بتسلم عليه وتقبل يديه. ما لا يعرفه الكثيرون الذين أشعلوا النار من حولها أن نبيلة مكرم تعلن أنها مواطنة مصرية ومسيحية مخلصة، أعلنت ذلك وتقول ولا تفصل أبدا بين هذا وذاك. لكن لقينا الذين يصطادون طول الوقت في الماء العكر، أو بتعبير أدق الذين يعكرون الماء الصافي، لأن هم الماء الحمد لله مش عكر لكن هم بيعكروا هذا الماء، بدأوا يقول لك إنه صورة نبيلة مكرم وهي تقبل يد البابا تواضروس أثارت جدلا كبيرا في مصر. فين هذا الجدل؟ مش عارفين يعني حصل فين، إمتى، مين اللي قالوا؟ إحنا متابعين جيدين جدا لما يحدث، فقالوا إنه هذه الصورة أثارت جدلا كبيرا. مش بس كده،
قام ذراع من أذرع الجماعة الإرهابية وهو شبكة راست بعمل فيديو الحقيقة مغرض، عايز أوريه لحضراتكم لأنه زي ما تعودنا نحن لا نخفي رؤوسنا في الرمال، إحنا بنشتغل وبنعرض كل حاجة. قام ذراع الإخوان الإرهابي اللي هو ممثل في شبكة راست بعمل هذا الفيديو، أوريه لحضراتكم. تحاول شبكة